أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا محاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكما إذا مسكت كل ممزق لنكون في خلق جديد افترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما السماء والأرض إن نشأ نصيبهم ورضا أو نسقط عليه كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضل يا جبال أوبي معه والطير ولنا له الحديث عن المسابقات وقد في الصبر عملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسلنا له عين القطر ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزمه على منا نثق من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كجواب وخدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليهم تبادلهم على موتهم إلا دابة الأرض تأكل بساته. فلما خر تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون غيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنهم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خبز وأثل وشيء بسر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفار. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهما أحد
فقسمناه كل ممزق إن في ذلك لها آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهما إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حافظ قلت الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قم يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا تسألون عما أسلمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون مقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين صحفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين صحفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد الإنشاء أقوم كنتم مجرمين وقال الذين صحفوا للذين استكبروا فمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل سوى إلا ما كانوا يعملون وما أصرنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أشهر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلى منا بما عملوا وهم في غرفاتها آمنون والذين يسعون فيها ياتنا معاجزين أولئك بالعذاب المحضرون قل إن ربي يقصد رزقا لمن يشاء ومن عباده ويقدر له
لكاتبها هنا يا مكان يحوظا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ومنهم يوم لا يملك بعضكم لبعض كفا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رسول يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا لما جاءهما إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا كذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل هو لكم نجي إلى هذا الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يكتب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما ويغضبون بغيرهم مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد صدق الله العظيم.